أهلا وسهلا بالجميع. نتصفح أبرز العناوين للصحف الصادرة هذا الصباح. نبدأ بصحيفة الصيحة. تحقيق للصيحة يكشف حقائق حول زيادة استهلاك الكهرباء، والقضارب تدشين مشروع تقليل فاقد ما بعد الحصاد. أيضا إعلان جدول امتحانات شهادة التعليم الأساسي بالخرطوم. وننتقل منها إلى صحيفة السودان لنقرأ فيها: رفع حالة التأهب القصوى بجهاز المخابرات العامة. البيجا يعقد اجتماعا طارئا ويحذر من إعادة الاقتتال بالبحر الأحمر. خبراء على الحكومة تغطية الموازنة بعيدا عن معيشة المواطن. وبأخبار اليوم نقرأ: الشيوعي يرفض دعوة الثلاثية ويتهمها بتأييد الإفلات عن العقاب. بينهم 10 سودانيين، الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا. الشيخ محمد بن زايد يواري شقيقه الراحل الشيخ خليفة ثرى. وانتخاب محمد بن زايد رئيس الإمارات. الحركة الشعبية قيادة الحلو ترفض التوقيع على ميثاق سلطة الشعب. ونطالع بصحيفة الجريدة: مقاومة الخرطوم ترفض دعوة الآلية الثلاثية. المقاومة تجدد تمسكها باللاءات الثلاث وترفض الجلوس مع العسكر. الحزب الشيوعي يعلن رفض دعوة الآلية الثلاثية. وقيادية بالتغيير، إدانة الكونغرس للانقلاب تدعم التحول الديمقراطي. رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس يشيد بإجازة قرار إدانة انقلاب 25 أكتوبر. والتنمر على والدة الشهيد قصي وخالد عمر، محاكمات شعبية بسبب التسوية. وهذا طبعا من الأخبار الفنية، تجدونها بداخل الصحيفة وأيضا عدد من العناوين. في مناظير يكتب زهير السراج إلغاء قرارات تفكيك التمكين. ولعبة الثلاثية ساخر سبيل، الفاتح جبرة يكتب. نقرأ بصحيفة الوطن: انفجار قنبلة بالقضارب يؤدي لمسرع وإصابة 6 أشخاص. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه من عدم مشاركة أحزاب في حوار الآلية الثلاثية. الشيخ محمد بن زايد رئيس للإمارات. والاتحاد الأوروبي قلقون من افتقار بعض الأطراف لإرادة المشاركة في العملية السياسية. دعونا ننتقل إلى صحيفة الانتباه ونقرأ فيها: مقتل زعيم عصابة نهب ينتمي لحركة مسلحة باشتباكات مع الشرطة. الثورية أطراف بالحكومة تتعمد تعطيل تنفيذ اتفاق السلام. وأسر الشهداء باب التسوية مغلق ولا إفلات من العقاب. اشتباكات عنيفة بين الشرطة وزعيم عصابة نهب تنتهي بمصرع بالعاصمة. نقرأ بداخل الصحيفة أيضا في هذا التقرير للكاتبة أو الصحفية رندا
عبد الله، أسر الشهداء، مواقف متباينة من التسوية. وعدد من الأخبار طبعا تجدونها داخل الصحيفة، نقرأ أيضا في صفحاتها. الرياضية، أندية الممتاز في انتظار وعود معتصم جعفر. والأهلي، شندي يهزم الحمدات بخماسية. أيمن دامبا يستقيل للمرة الثانية. وهلال الفاشر يطلق صافرة الإعداد. صاحب المركز الأخير يعلن الاستنفار الممتاز. برمجت الدورة الثانية للممتاز. الأمين العام للهلال تابع القمة من داخل الاستاد. مدرب الشرطة يحدد موعدا للتحضيرات. والهلال والأهلي، الأول تاريخيا للمرة 15 نهائي عربي في دوري أبطال أفريقيا. التعادل السلبي يحسم معركة القمة في الممتاز. دعونا نختم بصحيفة التيار، وارتفاع ضحايا انفجار بالقذارف إلى 3 أطفال بينهم شقيقان. المالية للتيار لا تراجع أو لا اتجاه للتراجع عن تحرير الوقود. الشيوعي يرفض دعوة الثلاثية ويتهمها بتأييد الإفلات من العقاب. البرهان إلى الإمارات. حركة العدل والمساواة تدعو إلى التوافق بدل الإقصاء. تظاهرات في بري، والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع. طبعا عدد من الأخبار والعناوين نقرأ أيضا في صفحاتها للرياضة العالمية. ليفاندوفسكي يصدم بايرن ميونخ بتصريح حاسم. وإمبابي يضاعف مخاوف باريس سان جيرمان. قرارات اجتماع لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم. وعدد من الأخبار، طبعا هلال الأبيض يكثف تدريباته للدورة الثانية، والأهلي شندي ينذر أندية الدوري.